المو ان شاء الله بكره محمد ان شاء الله سيدنا وياكم ان شاء الله. اوه بكره انا عندي توصيل حق اختي الجامعه بعد الجامعه. زين بكره صيام وهي بتقطع مسافه فيها. زين تحتاج انك تسال وعندك سيد تقدر تساله. سيدنا اهلا ابو محمد. معذره مولانا امرني بكره ان شاء الله انا عندي توصيله حق اختي الجامعه. ويفطر لما يفطر ساعة كم بتروح؟ والله ما ادري صراحه. زين اجل شوف اذا بتطلع قبل اذان الظهر وبترجع قبل اذان الظهر جدد النيه واصل الصيام. حلو. واذا بتطلع عقب اذان الظهر مثلا بتصلي وبتمشي واصل صيامك وما يضر. لكن المشكله وين؟ اذا بتطلع قبل اذان الظهر وما بترجع الا عقب اذان الظهر، يعني مثلا بتصلي هنا هني لا هني بيصير عليك يوم وتقضي عقب شهر رمضان.